والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، ما زلنا أيها الأحبة في الله مع سلسلة أمثلة القرآن ومع المثال الذي قرأناه في سورة الحج في الصلاة مع قوله جل جلاله: ومن يشرك بالله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يشبه ربنا جل جلاله الذي يشرك به بالذي يهوي من مكان عال جدا، وهذا المقصود بالسماء، وفي طريقه إلى الأرض تخطفه الطير، تأتي الطير فتأكل من لحمه، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهذا يحبة في الله من أبلغ الأمثلة التي ضربها الله جل جلاله للمشرك. فإذا بدأ الإنسان بالكفر والشرك فيهوي من مكان عال كان فيه إلى مكان سحيق. نفس الأمر يا أحبابنا في الله الذي يكرمه الله جل جلاله بالالتزام، والذي يكرمه الله جل جلاله بحضور مجالس العلم والإيمان، والذي يكرمه الله جل جلاله بصلاة القيام، ثم بعد رمضان نسأل الله الثبات والاستقامة يرتد. المقصود بالارتداد العودة إلى ما كان عليه قبل رمضان، العودة إلى البيئة القديمة، العودة إلى الجو القديم. فصار رمضان عنده موسم، يدخل إلى رمضان يفعل فيه الأعمال والقلب لا يتأثر. عشان هيك إذا مضى الله في أعمالنا إن شاء الله تعالى ابتداء من الغد ستكون سلسلة القيام بعنوان لمن كان له قلب، لأنه ممكن تركع بجسمك وتسجد بجسمك، ممكن تقرأ بلسانك، ممكن تسمع كثير من الدروس والخطب والمواعظ، لكن يا ترى هل القلب تغير أو تأثر؟ يرجع القلب حسب نوعية القلب، حسب توجيه القلب، حسب نظافة القلب، حسب حسن اتصال القلب بالله جل جلاله. فهذه الانتكاسة ربنا جل جلاله قال: فكأنما خر من السماء. انت وين كنت؟ تذكر ترجع أيام رمضان وكيف كان الجو في رمضان، وين كنت؟ السماء. ثم عندما تسقط تخطفك الطير، يبدأ فلان بياخد منك شوي، وفلان بينهش منك، وفلان بيسحبك، وفلان بياخدك لعنده، لأن كل الذين هم في الخارج يريدوك أن تكون مثلهم. ما حدا بعيد يا إخواني بينبسط لك، البعيد بيتمنى يا يكون محلك يا بيتمناك ترجع زي ما أنت كنت، أنا بدي مين يكون معه. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بعدين بسيلتي بحدا من الملتزمين بقول له: شو صار فيه؟ وين كنت وين صرت؟ ليش تركتوني؟ أين مكاني الآن؟ أين مقامي الآن؟ لذلك أخي الحبيب، الآن نحن على مشارف العشر الأواخر، وهذه الليلة القادمة هي الليلة الأولى منها، ودخول العشر الأواخر يعني نهاية رمضان، يعني رمضان يلوح بالرحيل. لذلك أعظم ما نخاف فيه على أنفسنا هو زيغ القلوب، واللي ما بيخاف أصلاً في عنده مشكلة، لأنه اللي أحسن مني ومنك بكتير خافه.
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي. يا رسول الله ليش تدعي الدعاء؟ قال النبي خيفان، قال: كنت أعد للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. لذلك يعني هذه الأيام نسأل الله السلامة أيام الانتكاسات، ترى فيها انتكاسات، وبالمقابل ترى فيها إقبال، إقبال من أناس ما بتكون بتتوقع للحظة أنهم يقبلوا للدين، وانتكاسات من أناس ما تتوقع للحظة أن ينقلبوا ويرتدوا على أدبارهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، لذلك كيف تتمسك بالبيئة وتتمسك بصحبة الإيمان وبخلة الإيمان حتى تبقى على هذا الصراط الذي الثبات عليه صعب، لكن من ثبته الله جل جلاله فطريقه ينتهي إلى الجنان. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ما مضى من رمضان، وأن يبلغنا العشر الأواخر وهو راض عنا، ويبلغنا ليلة القدر ويجعلنا فيها ممن عفى عنهم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.